عاش عدد من أثرياء العالم ومشاهيره حياة التشرد والضياع قبل تبسم الحياة لهم، ويصبح من مشاهير العالم وأمثلة يحتذى بها في النجاح. فيما يلي قائمة تضم 10 شخصيات من مشاهير العالم وأغنى أغنيائه ممن نجحوا في التغلب على الفقر المدقع والتشرد الذي عانوه في الصغر. جيم كاري. عانى نجم الكوميديا جيم كاري قبل الشهرة من حياة الفقر بعدما فقد والده وظيفته وهو في سن 15، وفقدت الأسرة الشقة التي كانت تأويهم، وأمضت شهورا من العيش داخل شاحنة كان يمتلكها الأب حتى تمكنت من استئجار شقة أخرى للعيش. ولكن الأمر تطلب ترك كاري المدرسة والعمل كبواب لتوفير المال للأسرة ومساعدتها. ستيف جوبز. ستيف جوبز الذي كان أحد أهم أعمدة الأعمال في العالم، مؤسس شركة أبل التي أذهلت العالم، بدأ حياته المهنية مبكرا بعد أن تخلى عنه والده السوري الجنسية ووالدته الألمانية، ولم تكن الأسرة التي تبنته قادرة على توفير الإمكانيات المادية لدراسته الثانوية، لكنه أصر على إكمال تعليمه، فكان يذهب صباحا إلى المدرسة وفي المساء يجمع الزجاجات والقوارير البلاستيكية ويقوم ببيعها بأثمان زهيدة. وحسب ما جاء على لسانه أنه لم يكن له مأوى، وكان ينام على الأرض في السكن الجامعي عند أصدقائه. كان يمشي 7 أميال كل يوم أحد للحصول على وجبة مجانية من معبد هاري كريشنا، كما عمل بعدة وظائف متواضعة في شركة HP قبل أن يصبح أحد أهم المبتكرين الأمريكيين عندما التقى بستيف ووزنياك يؤسسا معا شركة أبل التي أصبحت اليوم إحدى أهم الشركات التكنولوجية في العالم. جان كوم، مؤسس تطبيق واتساب، أحد أنجح التطبيقات في العالم والتي جنت ملايين الدولارات، عانى الكثير جراء الحرمان والشقاء وافتقاد أبسط متطلبات الحياة عندما قدم كلاجئ إلى أمريكا من أوكرانيا وهو في سن 16 من عمره، لتعيش عائلته الفقيرة على الإعانات الحكومية لفترة طويلة، وليلتحق هو كعامل لتنظيف أرضية محل بقالة صغيرة للمساعدة في تغطية نفقات المعيشة، ويتعلم من خلال استعارة الكتب القديمة من المكتبات. جاستن بيبر. يبدو أنك تتعجب الآن وتقول إن اسم جاستن بيبر قد اندرج عن طريق الخطأ في هذه القائمة، لكن الحقيقة أن بيبر كان فقيرا جدا قبل أن ينال هذه الشهرة الواسعة، وقد صرح بنفسه أن منزله كان مليء بالجرذان وكانت ثلاجته فارغة من الطعام. كان يخضع لرجيم قهري لعدم توفر أقل احتياجاته من الطعام، فعاش على تناول المعكرونة والجبن فقط لفترات طويلة، أما الآن فقد تخطت ثروته 65 مليون دولار. سيلفستر ستالون. نجم أفلام الأكشن الأمريكي سيلفستر ستالون قبل أن يصبح نجم سينما كان يعاني من الفقر المدقع، ولم يكن هناك ملجأ يأويه سوى الشارع. لجأ في شبابه للمبيت 3 أسابيع متواصلة في إحدى مواقف الحافلات العامة قبل أن يسمع بإعلان عن طلب ممثلين لأحد الأفلام مقابل $100 في اليوم، ومنه دخل عالم التمثيل والشهرة. ورغم أن الحظ لم يحالفه بالمشاركة في أفلام ناجحة في بداية حياته الفنية، إلا أنه صار واحدا من ألمع نجوم هوليوود بعد بطولته لفيلم روكي. كولونيل ساندرز، مؤسس سلسلة مطاعم كنتاكي الشهيرة. كانت أسرته تعاني من الفقر وتدني مستوى المعيشة، توفي والده وهو في سن 5، وتزوجت أمه من رجل آخر. لم يطيق ساندرز العيش مع زوج أمه الذي لم يكف عن الإساءة إليه والتعدي عليه بالضرب، فترك المنزل وهو في سن 10، ووجد نفسه مشردا يصارع الحياة ومتاعبها، حتى أنه لم يمتلك منزلا خاصا به إلا بعد أن بلغ 4 من عمره عندما جاءته فكرة الخلطة السرية. فجال على مطاعم أمريكا محاولا إقناعهم بشراء رسوم امتياز وصفته، ولكن الجميع رفض ذلك، فقرر افتتاح مطعم خاص به. بيلي، أسطورة عالم كرة القدم وأفضل لاعب كرة قدم في القرن 20. ولد في مدينة تريس كوراكويس في البرازيل، وكان والده لاعب كرة قدم أيضا، ولكنه لم يحقق الكثير من الشهرة ولم يتمكن من الحصول على أجر ثابت خلال عمله كلاعب، ولذلك عاش بيلي وأسرته في فقر مدقع، حتى أنه لم يمتلك المال لشراء كرة قدم، فكان يصنع كرة من الجوارب السميكة ويحشيها بقطع من القماش. تشارلي شابلن.
يعد أشهر ممثل خلال النصف الأول من القرن العشرين، ولقب بملك السينما الصامتة. انفصل والداه عندما كان في سن الثالثة، وعانى شابلن كثيرا من والده الذي أدمن الكحول، وظلت علاقتهما فاترة إلى أن توفي الأب جراء إصابته بتليف الكبد. وكانت شابل حينها في سن 13 قبل أن تتركه أمه التي أخذت تتنقل بين المشافي العامة لإصابتها بمرض اضطراب ثنائي القطب. واضطر شابلن في ذلك الوقت إلى الاعتياد على المبيت بالشوارع في ليالي قارسة البرودة. وأكدت شارلي في كثير من حواراته أن أسرته لم يكن لديها أي مكان تعيش به أو حتى المال لتنفق منه. مايكل أور. لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير مايكل أوهير لا يعد ضمن النجوم الأشهر للعبة، لكنه اكتسب شهرته من كتاب The Blind Side الذي تحول إلى فيلم بعد ذلك، وحصلت بطلته ساندرا بولوك على جائزة أوسكار أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم. الفيلم تدور أحداثه حول قصة حياة مايكل عندما كان مراهقا وليس لديه منزل يأويه أو عائلة ترعاه، حتى قامت إحدى العائلات بتبنيه ورعاية موهبته وجعلت منه لاعبا كبيرا. مايك تايسون. مايك تايسون أحد أشهر الأسماء في عالم الملاكمة، والحاصل على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للمحترفين، وهو في سن 20 من عمره. نشأ في حي فقير للغاية من أحياء منطقة بروكلين في مدينة نيويورك، وعندما كان في الثانية من عمره ترك والده المنزل وتخلى عن أسرته، وترك والدة تايسون لتتولى مهمة الإنفاق على الأسرة والاعتناء بها، ولكن الأسرة اضطرت إلى الانتقال إلى حي سكني أكثر فقرا وأكثر خطورة لتوفير النفقات. وقد كشف تايسون فيما بعد أن خطورة الحياة في الحي الذي عاش به كان دافعا له ليتعلم رياضة الملاكمة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه. فقد وقع في الكثير من المتاعب خلال نشأته، حيث تم اعتقاله مرات عديدة قبل أن يتجاوز 13 من عمره. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.